تعالوا نبدأ أول حاجة بالتورلي. التورلي هو مجموعة من الخضروات مع بعض بتستوي في صوص أحمر، صوص دمعة يعني زي ما احنا بنقول في مصر. الاختيار بتاع الخضروات زي ما انتوا عايزين، احنا اخترنا ان يكون معانا بطاطس وجزر وفاصوليا خضراء وكوسة وقرع عسلي، بصل، بتنجان رومي، لحمة مكعبات صغيرة، وطماطم معانا طبعا، ملح وفلفل، ثوم مفروم، معانا زبدة وزيت وعصير طماطم. انتوا بقى ممكن تشيلوا وتحطوا، يعني تحطوا بسلة، تحطوا قرنبيط، تحطوا بروكولي، تحطوا ذرة، يعني شيلوا وحطوا، حطوا سبانخ، حطوا سلق، براحتكم. يعني اقصد ان الاختيار بتاع الخضروات دي حاجة ترجع لكم حسب انتوا بتحبوا ايه او متوفر عندكم ايه في البيت. اول حاجة هعملها ان انا في الحلة هنا، اعلي بس عليها بقى عشان انا كنت موطية لان كل مرة ببقى معلية زيادة، وبعدين اجيب سباتيلا، اخد الزبدة، السمنة، اي مادة دهنية انتوا هتستخدموها، انا هحط الزبدة وزيت. برضو التورلي على فكرة من الحاجات اللي بالسمنة البلدي بيبقى تحفة، للي عنده سمنة بلدي يعني. هنسخن هنا، قبل ما الزبدة والزيت يسخنوا هنزل معاهم حبهان مستكة لورا. ليه؟ عشان عايزاهم يطلعوا ريحتهم وطعمهم جوه المادة الدهنية من غير ما يتحرقوا اهو. واحدة 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 بس كده. هياخد الملح والفلفل على اللحمة، نجيب معلقة اهي، نحط ملح، وطبعا زي ما انتوا عارفين يعني انا دلوقتي حطيت الملح والفلفل على قد اللحمه اللي عندي. لما اجي بعد كده اخلص كل الطبق وانزل كل كميه الخضار دي هرجع تاني اظبط الملح والفلفل بتاعي، يعني نمشيها ايه خطوه خطوه. طبعا انتوا شايفين اللحمه متقطعه صغير جدا، فاولا هتوفر معانا في كميه اللحمه وهتوفر معانا في وقت السوى. التورلي ممكن يستوي على النار عادي خالص في الحله، وممكن نديله التشويحه والتقليبه الاولانيه وبعدين نحطه في طاجن وندخله الفرن اللي يريحكم، مفيش مشكله. اهو هنا انا مش عايزه من اللحمه لون بني غامق ولا حاجه، بس عايزه التشويحه دي للطعم ولتقليل مدة السوى طبعا. أول ما نبتدي نلاقي اللحمة كده بدأت أهي هتبتدي تغير لونها، الوقت ده اللي أنا هنزل فيه شكرا البصل الشرايح، لأن عايزة بقى يبتدي إيه ينزل ميته واللحمة تاخد من نكهته، والثوم، وهديهم برضو إيه تشويحة الأول مع بعض. أنا حطيت هنا جزر، اسمه ايه؟ قرع عسلي، بطاطس، بتنجان، فاصوليا خضراء، كوسة، وبعدين هقلب كل ده مع بعضه. هحط هنا عصير الطماطم وهسيب الحلة تاخد غلوتين ثلاثة. أنا حطيت عليه شرايح الطماطم طبعا زي ما انتوا شايفين كده وخلاص. هحطه بقى هنا واسيبه لحد ما ايه تيجي اخر الحلقه ان شاء الله نقدمه مع بعض.